إن وطننا في مسيرته الجادة إلى الأمام يحتاج إلى جيش قوي يذود عن حماه ويدفع عنه الأعداء والطامعين، ونحن نبذل قصارى جهدنا لبناء هذا الجيش القوي وتزويده بالأسلحة الحديثة ليكون سهما قاتلا في صدور الأعداء يرد كيدهم إلى نحورهم، ودرعا واقيا أمينا بأيدي الأصدقاء يشد أزرهم ويوفر لهم الأمن والكرامة.